السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات أسئلة المتابعين. متابعة النهاردة بيسأل بتقول إن زوجته وكان وهي طفلة عندها قدم مخدبية، ولو ما عرفش قدم مخدبية هنحط صورتها لحضراتكم دلوقتي. هو بيسأل هو كل طفل هيكلفه دلوقتي هيبقى عنده قدم مخدبية زي زوجته ولا لا؟ وهنا هنرد عليه بالسؤالين. السؤال الأولاني هو هل القدم المخدبية دي ليها أساس وراثي وهل هتورث الأطفال ولا لا؟ طيب لما نيجي نتعامل مع قدم مخدبيه، طفل عنده قدم مخدبيه بنقسم الطفل ده لجزئين، هل طفل عنده قدم مخدبيه فقط لا غير، ولا طفل تاني عنده قدم مخدبيه مع حاجات تانية؟ يعني حاجات تانية، طفل عنده قدم مخدبيه مع ضمور في المخ، مع مشاكل في القلب، مع شفه ارنبيه. طب يفرق كتير جدا. لو طفل عنده قدم مخدبيه بس، ودي بتحصل نتيجه لان الطفل كان مزنوق في الرحم. يعني ايه مزنوق في الرحم؟ يعني الميه اللي حوالينه وهو جنين كانت قليله، البوزيشن بتاعه ما كانش كويس، فرجليه اتزنقت في الرحم فحصل انه حصل عنده قدم مخدبيه. ده مشكله ليست وراثيه بالمره، دي مشكله بوزيشن، وضع الجنين في الرحم. وفي الحاله دي لو الام عندها فقط القدم المخدبيه بس، دي تقدر تخلف مليون طفل، مش 100 طفل، مليون طفل سليم ما عندوش اي مشكله، طالما الميه بتاعتها اثناء الحمل كويسه وبوزيشن او وضع الجنين سليم اثناء الحمل. يبقى دي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه لا، ده الام كان عندها قدم مخدبيه، او الطفل عنده قدم مخدبيه وهو صغير، او كان عنده قدم مخدبيه صغيره بس مع القدم المخدبيه وهي صغيره كان عندها للاسف ايه، مثلا شفه ارنبيه وتعالجت، ايه بخلق في القلب وقفل، كان نسبه ضمور بسيطه في المخ وتحسنت، مشاكل تانية مع القدم المخدبيه. في الحاله دي لازم الام دي تعمل فحوصات. يعني ايه تعمل فحوصات؟ نطمن عليها على سبب العيوب الخلقيه المتعدده اللي كانت موجوده عندها اللي بدات تتحسن مع الوقت. الحاجه المميزه في النقطه دي ايه؟ ان معظم الناس في المجموعه الثانيه دي ما بيكبروش. يعني ايه الكلام ده؟ ليه ما بيكبروش؟ لان للاسف بيبقى العيوب الخلقيه المتعدده دي سببها سبب وراثي، مشاكل في الكروموسومات، مشاكل في الجينات، فللاسف ما بيكبروش. فعشان ما بيكبروش في الغالب ما بيوصلوش ان هي تبقى زوجه. علشان كده عشان نختصر عليك الاجابه ونختصر على كل اب اتولد له طفله او طفل عنده قدم مخلبيه، لو ابنك عنده قدم مخلبيه بس اطمن هيتجوز او هتتجوز وهتخلف اطفال سليمه من اي قدم مخلبيه، والحمد لله بفضل الله قدم مخلبيه دلوقتي بتتعالج وعلاجها بسيط وسهل، سواء بالجزمه الطبيه او سواء بالعمليات الجراحيه او سواء حاجه اسمها جميله بتتلبس للطفل اكثر من مره. اساليب متعدده جدا علاج القدم المخلبيه وكلها سهله وكلها لها علاج وكلها لن تتوارث، لان هي بس قدم مخلبيه ما عندهاش اي مشاكل ثانيه. ربنا يبارك في اطفالكم ويفرحكم بيهم ويرزقكم الذريه الصالحه. السلام عليكم.